افترض ان انا عايز اكون مشهور على الفيسبوك، فعايز اعمل برنامج يساعدني على الموضوع ده. البرنامج ببساطه بكتب له اي بوست وهو بيقول لي هل البوست ده هيجيب لايكس كتير ولا لا، ولو مش هيجيب لايكس اقعد افكر تاني في بوست مختلف واكتبه للكمبيوتر ويقول لي هيجيب لايكس ولا مش هيجيب لايكس. عشان اقدر اعمل البرنامج ده لازم اعلم الكمبيوتر حاجتين. اول حاجه اعلمه ان في حاجه اسمها كونسبت، في حاجه اسمها بيجيب لايكس كتير وفي حاجه اسمها مش بيجيب لايكس كتير، يبقى ده كونسبت. تاني حاجه بديله شويه بيانات. انا من خبرتي السابقه في الفيسبوك كتبت كذا بوست ما جابش لايك، كتبت بوست مثلا احلى صباح ما جابش لايك، كتبت صباح الخير ما جابش لايك. انا شفت ممثلين كتبوا صباح الخير وجاب لايكس كتير، بس انا لما عملتها ما جابش حاجه. انا عايز اكون مشهور، فانا بدي للكمبيوتر البيانات الخاصه بي انا. لما كتبت صباح الفل برضه ما جابش حاجه، بس مره كتبت صباح الروقان جابت لايكس كتير، مره كتبت احلى نسكافيه جابت لايكس كتير، مره كتبت كتر شاورما وقلل ناس جابت لايكس كتير. فالكمبيوتر انا قلت له ان في حاجه اسمها بوست بيجيب لايكات كتير وبوست مش بيجيب لايكات، واديت له 3 امثله على 3 بوستس انا كتبتهم قبل كده ما جابوش لايكات و3 بوستس جابوا لايكات. المره دي بقى اديت للكمبيوتر حاجه جديده، قلت له انا عايز اكتب مثلا صباح الجمال على احلى ناس، هل ده هيجيب لايكات ولا مش هيجيب لايكات؟ بيبدا الكمبيوتر يتعلم من الداتا اللي موجوده عنده اصلا. انا علمت الكمبيوتر ان في حاجه اسمها بيجيب لايكات كتير وفي حاجه اسمها مش بيجيب لايكات كتير، فالكمبيوتر هيفكر بنفس الطريقه دي، هيعمل لنفسه اختيارين، يقول حاجه هنا ده مثلا مش هيجيب لايكات او هيجيب لايكات، ويبدا الكمبيوتر يعمل شويه حسابات. تعال نشوف الحسابات دي عامله ازاي. ولنفترض مثلا كلمه صباح هيمسكها اول واحده، ظهرت كم مره في البوست اللي مش بيجيب لايكات؟ 1 2 3. وظهرت كم مره في البوست اللي بتجيب لايكات؟ مره واحده. يبقى التوتال كام؟ التوتال 4. يبقى هيجي هنا ويكتب 4. طيب في البوست اللي مش بيجيب لايكات ده اللي هنعملها اول واحده خالص، البوست اللي مش بيجيب لايكات ظهرت كم مره؟ ظهرت 3 مرات. يبقى 3 على 4، ظهرت 3 مرات بس التوتال 4 مرات. ده فين؟ ده في البوست اللي مش بيجيب لايكات. طب اللي بيجيب لايكات الكلمة دي ظهرت فيه مرة واحدة بس هي في التوتل ظهرت 4 مرات، فهيجي هنا يقول 1 على 4. يبقى البوست اللي مش popular ظهرت فيه الكلمة 3 مرات بس التوتل 4 مرات، والبوست popular ظهرت فيه كلمة صباح مرة واحدة بس التوتل أنا كتبت الكلمة دي 4 مرات. طيب بلس كلمة الجمال هل هي موجودة هنا أو هنا؟ مش موجودة، مش هيحسبها. كلمة على هل هي موجودة هنا أو هنا؟ مش موجودة، مش هيحسبها. كلمة أحلى موجودة هنا مرة وموجودة هنا مرة، يبقى التوتال مرتين بس في البوست اللي مش popular ظهرت مرة واحدة والبوست popular ظهرت برضو مرة واحدة، يبقى هنا 1 على 2 وهنا 1 على 2. دي كلمة أحلى. طيب كلمة ناس هنا موجودة؟ لا. هنا موجودة؟ موجودة هنا مرة واحدة، كتر شاورما قلل ناس، موجودة كلمة ناس مرة واحدة والتوتال مرة واحدة، يبقى بلس 1 على 1. ده هيدي رقم كام وده هيدي رقم كام؟ البوست اللي مش popular اللي مش مشهورة هيبقى نص وثلاث ارباع، يعني 1 وربع. البوست المشهورة هنا 1 على 1 بـ1 ونص وربع، يبقى 1.75. يبقى ده اكتر من ده، الرقم اللي طلع عند البوست المشهورة اكبر من الرقم اللي طلع عند البوست اللي مش مشهورة. يبقى البوست ده الكمبيوتر هيقول لي ان البوست ده هيجيب لايكات كتير. ده مجرد مثال بسيط جدا عن الماشين ليرنينج. احنا ما اتكلمناش عن مثلا الوقت اللي كتبنا فيه كل بوست، يعني مثلا احلى نسكافيه ده كتب يوم الحد الصبح، يوم الاحد الصبح الناس بتروح الشغل مش فايقه عايزين يشربوا حاجه، لكن لو انا كتبته يوم الجمعه الناس ما بتصحاش اصلا يوم الجمعه، فممكن ما يجيبش لايكات كتير. الكلام ده مش حاطينه في الحسابات بتاعتنا، ده مجرد مثال بسيط جدا. لو حصل ان الكمبيوتر قال الحاجه دي غلط، يعني الكمبيوتر قال لي مثلا ان دي هتجيب لايكات كتير بس لما كتبتها على الفيسبوك ما جابتش لايكات كتير، في الحاله دي بعمل ايه؟ في الماشين ليرنينج لو حاجه طلعت غلط انا باخدها وبقول للكمبيوتر مانيوالي كده ان دي طلعت غلط، دي طلعت تبع دول اللي هي مش بتجيب لايكات، فالكمبيوتر الداتا بتاعته بتزيد. هو دلوقتي كان عنده 3 جمل هنا و3 جمل هنا، هيبقى عنده 4 جمل هنا و3 جمل هنا.
كل حاجة الكمبيوتر بيعملها غلط أنا بزودها على الداتابيز، وكل حاجة الكمبيوتر بيعملها صح برضو بزودها على الداتابيز. يعني لو دي فعلا جابت لايكات كتير هزودها هنا، فهيبقى هنا في 4 جمل. وبالتالي الوقت اللي بستخدمه من ساعة ما أعمل البرنامج لحد النهاردة، الوقت ده كل ما يكبر كل ما الداتابيز بتكبر، كل ما الداتا اللي أنا بديها للكمبيوتر بتكتر. ومعنى إن الداتا أكتر ده معناه إن الكمبيوتر هيطلع حاجة بدقة أعلى. في الزمن اللي احنا فيه ده كل المجالات بتحاول تتجه لحاجة اسمها Artificial Intelligence وMachine Learning وAutomation، يعني كل حاجة الكمبيوتر بيعملها أوتوماتيك. أي حد لسه دلوقتي حالا طالب في كلية الطب، كلية علوم، كلية أي كلية في الدنيا، بعد 10 سنين من دلوقتي المجال بتاعك هيختلف تماما. استخدام الكمبيوتر هيزيد واستخدام البني آدمين هيقل. وبالتالي عشان تعرف تشتغل بعد 10 سنين في مكانة كويسة لازم تكون بتعرف Machine Learning، لازم تكون فاهم الحاجات دي كويس. عشان اي مكان محترم عايز تشتغل فيه هتلاقيه عنده اجهزة شغالة بالماشين ليرنينج.